الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اصطفاه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وذكره واستغفاره وتلاوة القرآن واغتنام مواسم الخير في هذه الحياة، مذكراً نفسي وإياكم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه أكرمها بمواسم خير يزيد فيها من الأجر وينسأ فيها من العمر ويتفضل بالخير الكثير عليها، يجيب فيها المطالب ويحقق فيها الرغائب ويتجلى فيها على عباده المؤمنين بالرضوان. هذه المواسم الذي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ومن هذه المواسم ما سيطل علينا بعد يومين أو ثلاثة من عشر أيام ذي الحجة، هذه الأيام المباركات التي أراد ربنا تبارك وتعالى أن يخص بها هذه الأمة، وأن يجبر فيها الخواطر، وأن يتفضل بها بمزيد من العطايا لأهل الإيمان، لأهل التقوى، لأهل حب الله، للذين يعيشون في الحياة لكن على أمل اللقاء بربهم في جنة الخلد بإذن الله عز وجل. هذه الأيام أيها السادة مزاياها كبيرة وكثيرة ومنيفة، سأقف معكم في هذه العجالة اليوم مع ثلاثة أوصاف لعشر ذي الحجة. الوصف الأول أنها
أفضل أيام الدهر طرًا، والله جل جلاله في علاه أقسم بهذه الأيام فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالٍ عشر، فأقسم بالفجر ثم أقسم بالليالي العشر. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والله عندما أقسم بهذه الليالي أراد أن ينتبه المسلمون إلى أهميتها، إلى فضيلتها، إلى مكانتها، وأنها أفضل الأيام. ولولا ذلك ما أقسم بها رب العزة تبارك وتعالى في علاه. وقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله، ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة، ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. والذي يدرك أن الله عز وجل قد أقسم بها بياناً لفضلها وأنها خير أيام الدهر، عليه أيها الكرام أن يتعامل معها وفق هذا المفهوم، أن نتعامل مع الأشياء وفق ما تستحق. فإذا أدركنا أنها خير أيام الدهر ثم عاملناها كبقية الأيام، ما فهمنا العبارة ولا تعرضنا لنفحة الله عز وجل، ولا أصبنا من خيرها، ولا نالنا من برها، وإنما جاءت نفحة الله فاغتنمها من اغتنمها وضاعت على من ضاعت عليه. أولئك الذين ما عرفوا قدرها فأهملوها فخسروا خسراناً مبيناً. والوصف الثاني أيها الكرام من أيام عشر ذي الحجة أنها أحب الأيام إلى الله، أعظم الأيام، ثم هي أحب الأيام إلى الله عز وجل، كما ورد في الصحيح: ما من أيام أحب إلى الله والعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. فإذا فهمنا أن هذه الأيام هي أحب الأيام إلى الله، علينا أيها السادة أن نتقرب إلى الله بما يحب، فإذا تقربنا إليه بما يحب أعطانا ما نحب، بل أعطانا فوق ما نحب. إذا تقربنا إلى الله بما يحب في الوقت الذي يحب، سلكنا فيها في هذه الأيام، وما يتفضل ربي جل جلاله على الأمة من الخير، سلكنا طريق المحبوبية، لأننا قد سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا تقربنا إلى الله بما يحبه الله فنحن نسلك طريق المحبوبية، وربما إذا أخلصنا النية والقصد إلى الله وصلنا إلى هذا المقام،
لو سألتكم أيها الكرام، ما هو أرجى ما يرجوه العبد في هذه الحياة؟ ما هو أعلى مقام يمكن أن يصل إليه العابدون، أو يصل إليه السالكون، أو يصل إليه المشتاقون؟ ما هو أعلى مقام؟ هل هناك أعلى من مقام المحبوبية؟ أن يحبك الله. تصوروا رجلاً يحبه الله أيها السادة، تصوروا مؤمناً يحبه الله. أي إنسان هذا الذي يحبه الله جل جلاله في علاه؟ أستذكر معكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يوم نزل جبريل الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خديجة، فقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة من ربها السلام. إنسان يسلم عليه الله، أي إنسان هذا؟ هذا إنسان بمواصفات استثنائية، مواصفات عالية. وتصوروا إنساناً يحبه الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا تقربنا إلى الله بما يحب سلكنا سبيل المحبين، وهو أقصر الطرق إلى الله. أقصر الطرق يا أيها الإخوة إلى الله أن تتحبب إلى الله بالعمل الصالح، لكن بالطريقة التي يحبها الله وفي الوقت الذي يحبه الله جل جلاله في علاه. والوصف الثالث: من هذه الأيام العطرة، من هذه الأيام الخيرة، أنها أيام ذات مضاعفة في الأعمال الصالحة، غير أنها أعظم أيام الدهر، وغير أنها أحب إلى الله من كل أيام الدهر. يضاعف الله عز وجل بها حسنات المؤمنين، حسنات الأبرار، كما روى الترمذي والبزار وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة. قال: صيام كل يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام كل ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر. صيام يوم يعدل صيام سنة، وقيام ليلة تعدل قيام ليلة القدر. وتصوروا أيها السادة، إذا أغمضت العين وذهب كل منا إلى مصيره، يعني غادرنا الحياة التي ملكناها من أجل أن نفعل الخير، ثم ذهب كل منا إلى مصيره، إذا نصبت الموازين وقامت القيامة، سيحتاج الناس إلى حسنة يبحثون عنها في مشاهد القيامة لا يجدون، يبحثون عنها في مواقف القيامة لا يجدون. حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد من العباد تنقصه حسنة، يقول له مولاه: عبدي التمس حسنتك في الناس. يذهب إلى أمه ويتودد إليها: يا أماه، أنت أرحم الناس، أنت التي حملتني وأرضعتني، وأنت التي ربيتني، أنا أريد حسنة. تعتذر منه وتقول له: أنا أحوج إلى ما تسألني عنه، أنا أحوج إلى الحسنة منك. وترفض ذلك ويذهب إلى أبيه، ويذهب إلى زوجته، ويذهب إلى أبنائه، ويذهب إلى أحصابه،
فلا يجد من يعطيه حسنة. يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيمة الحسنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه قال فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ قال نار حامية. وأما من خفت موازينه فأمه، يعني مقدمة رأسه، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ قال نار حامية. فهمنا أيها السادة أن المؤمن بحاجة إلى مثاقيل الحسنات، فإذا ضاعت منه المواسم، عمل يوم يعدل عمل سنة، وعمل ليلة تعدل عمل ليلة القدر، نحن بحاجة إلى هذا الثواب، نعرف قيمته يوم تغمض العين ونرحل إلى الدار الآخرة. هناك أيها السادة ليس فقط أننا نحتاج الحسنات من أجل الموازين وهو الأهم، والله يا إخوان، والله يا سادة، والله يا أحبة، سيندم الناس يوم القيامة على نفس ضيعوه من غير عمل صالح قدموه لأنفسهم، فكيف إذا ضاعت منهم أيام تضاعف فيها الأعمال الصالحة بالسنين بالسنين. أيها السادة، العابدون في هذه الأيام سيجدون في صحائفهم خيراً كبيراً. نقول إذن نحن سننجو، ولكن نقول أيها السادة، نحن نرتكب الأخطاء على عدد الأنفاس في كل يوم، نظر إلى الحرام قول الحرام وهكذا، ونحن نجدر الكثير من السيئات. نحتاج إلى مواسم نبيض فيها الصحائف ونحمل فيها من الخير ونزيد فيها من البر، حتى يسعفنا ربي جل جلاله بخير كبير. ثم إذا نحن شرفنا ربي جل جلاله، والفضل فضله، والفضل فضله، والكرم كرمه، والعطاء عطاؤه، وأدخلنا الجنة، فنحن نتفاضل في الجنة بقيمة ما نجد في الموازين وفي الصحائف من عمل صالح، كما ورد في الحديث: تدخلون الجنة برحمة الله وتتفاضلون فيها بأعمالكم. إذن نحن معنيون أيها السادة، وسيعرف الناس في يوم من الأيام ماذا ضيعوا في هذه الحياة، يوم يأتي وقعة الحساب، الحساب الخطير، ويوم ترتجف القلوب، ويوم تبلغ القلوب الحناجر. قالت السيدة عائشة تكلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هي حبيبته وزوجته وأقرب الناس إليه، تكلمه في لحظة صفاء، تريد أن تأخذ الأمانة لنفسها من يوم غد. السيدة عائشة، ماذا نقول نحن أيها السادة؟ تقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا. في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحداً. قال: عند الجواز على الصراط، حتى يعلم أيجوز أم لا، لكثرة ما يرى من كلاليب النار وحسكها، وهي تتخطف العباد، وهي تتخطف الخلائق، وستتخطف أمام أعيننا أناساً كنا نحسبهم في الصالحين، وكنا نحسبهم من الموفقين، ستأخذهم النار. لذلك سوف تزيد خفقان القلوب وحقيقة اللهفة في الأرواح، وعندها لا يذكر أحد أحداً. قال: عند الجواز على الصراط، حتى يعلم أيجوز أم لا. قال: وعند وضع الميزان، حتى يعلم أتثقل حسناته أم تطيش
حسناته، أتسقل حسناته أم تسقل سيئاته؟ هناك وهو يعلم أن الحساب دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنرى الأعمال بالموازين القسط، وهناك سترتجف القلوب. قال: وعند تطاير الصحف حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هناك أيها السادة ندرك قيمة الأعمال الصالحة التي أكرمنا بها ربي، أقول أكرمنا وفضلنا وأعطانا وحبانا، وما ينبغي علينا إلا أن نعرف قدرها وقيمتها، وأن نقابل الله عز وجل فيها بكثير من الشكران، بكثير من الحمد، بكثير من الاهتمام. أيها السادة، أقبلوا على ربكم حتى يرى منكم خيراً، وحتى يرى منكم تصديقاً. لو أن إنساناً عرض أعظم ما عنده، يعني أنت تعرض على ولدك أو على أهلك شيء ثمين ثم تراهم زاهدين، سوف تأخذ منهم موقفاً أنهم ما عندهم وعي ولا عندهم عقل ولا عندهم حس، كيف يزهدون بأغلى ما تملك؟ أعطانا ربي أيام هي أفضل أيام الدهر، ثم ترى الناس فيها بعيدين عن الله عز وجل، بل يرتكبون الآثام والمعاصي ويضيعون الأوقات. أنا أربأ بنفسي وبكم أيها السادة، تعالوا نكون مؤمنين حقيقيين، تعالوا نربح على رب العالمين، تعالوا نشغل الأوقات بما ينفعنا به ربي عند لحظة الإغماض، وعند لحظة القبر، وعند سؤال الملكين، وعند البعث والنشور، وعند المرور على الصراط، وعند الوقوف بين يدي الله يسألنا. نحن أمة تريد أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ينبغي منا أن نكون على طريقته، على نهجه، على أسلوبه، وأن نتعرض لنفحة الله التي أمرنا أن نتعرض فيها. أنا أذكركم بصيام أيام تسع من ذي الحجة، وأذكركم بقيام ليلها، وأذكركم بكثرة الصدقات فيها، وأذكركم بصلاة الضحى فيها لمن استطاع. صلاة الضحى السنة المهجورة من حياة المسلمين، وأكثروا فيها كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، يعني أكثروا فيهن من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. وأنا أعلم أن الله عز وجل ما جعل هذه المواسم إلا من أجل أناس يحبهم. إذا رأيت نفسك أنك مندفع إلى العمل الصالح في هذه الأيام، فاعلم أن توفيق الله وأن نفحة الله قد أصابتك وأنت في قلب الخير. وإذا رأيت نفسي أني انصرفت عنها وأني جحدتها أو أهملتها أو ما عرفت قدرها وانصرفت إلى هذه الدنيا التي ضمنها ربي، إذا رأيت نفسي أني انصرفت عنها، فينبغي أن أعلم أن هناك مانعاً عظيماً منعني من الخير. وما يمنع الإنسان من الخير الذي ينزل الله عز وينزله الله لمن أحب من العباد إلا بالذنب وإلا بالمشكلة الكبيرة. إذا رأيت نفسك من أهل الإقبال فاحمد الله وزد في شكره وبيان فضله، وإذا رأيت انصرافاً منك وانشغالاً ستأتي المشاغل، تأتي القضايا، إذا رأيت منك انشغالاً فإياك أن تضيع. أكثر الاستغفار، وتعالوا نبدأ هذه الأيام بتوبة صادقة إلى الله عز وجل. عسى ربي أن يكرمنا جميعاً بالجنة، وهو خير المسؤولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.